باب الخير 209 ريال. معلم الخرب بيطلع كم حصة؟ 19 يلا 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 شي 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 يلا نقوم في الداخل السوري بمشروع أضاحي أضاحي العيد. طبعا نقوم في توزيع الريف لأهلنا المنكوبين والنازحين في مخيمات اللجوء في الشمال السوري، إضافة إلى العمق الداخل لأهلنا في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي. نعتمد على النازحين والمهجرين الجدد من نازحين سهل الغاب وريف حماة الشمالي الذي يتعرض يوميا للقصف والتهجير من قبل النظام.